كده خلينا نروح لتقرير تاني يا جمانة ونتكلم عن اللاعب نور حسام ثروت. هذا اللاعب فاز بالمركز الاول والميداليه الذهبيه في البطوله الافريقيه لالعاب القوى تحت 18 و20 سنه واللي بتقام في مدينه لوساكا في زامبيا. طبعا نور بيعتبر من ابطال المشروع القومي للموهبه في محافظه الدهليه، والحقيقه بذل مجهود كبير جدا عشان ينافس على هذا اللقب على مستوى القاره الافريقيه رغم توقفه عن اللعب لمده عام تقريبا بسبب تعرضه للإصابة. خلينا نشوف مع حضراتكم رحلة استعداداته للبطولة وتتويجه بالميدالية الذهبية. حصد اللاعب نور حسام ثروت المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية لألعاب القوى وتحديداً منافسات العشاري تحت 18 و20 سنة للناشئين والناشئات والشباب والشابات التي تقام بمدينة لوساكا في زامبيا. ويعتبر البطل نور حسام ثروت من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، وبذل مجهود كبير حتى يصل للمنافسة على مستوى القارة الإفريقية، وبيأتي الإنجاز ده رغم توقفه عن اللعب لمدة عام تقريباً بسبب تعرضه للإصابة. وتعد منافسات العشاري في ألعاب القوى الأصعب على الإطلاق لكونها تشتمل على منافسات متعددة داخل البطولة تتمثل في جري 100 متر حر ومنافسات الوثب الطويل والوثب العالي ومنافسات 110 حواجز ورمي القرص والقفز بالزانة ورمي الرمح وال1500 متر جري. وفاز زميله بالمنتخب اللاعب يوسف حسن بالميدالية الفضية لنفس المنافسات، ورفع البطلان المصريان العلم المصري بمنصة التتويج بعد منافسة قوية بالبطولة الأقوى بالقارة الإفريقية. وبترجع أهمية البطولة الإفريقية لألعاب القوى لكونها المؤهلة لبطولة العالم المقرر أن تقام في 19 أغسطس حتى 27 أغسطس 2023 في مدينة بودابست بالمجر.